الرسومات اللي موجوده اللي احنا شايفينها على جدران البيوت دي، ولسه هنشوف رسومات تانية. ده كان معرض فني تشكيلي كانت منظمه اليونسكو هي المسؤوله عنه، بتنظمه اصلا كل سنه هنا في الكورة، بس اخر مره كانت قبل كورونا على طول. كان بيجي فنانين من كل انحاء العالم وكانوا بيرسموا الرسومات دي ورسومات جميله. معظم الرسومات اللي اتقالنا انها بتمثل حياه اهل القريه هنا، زي ما انتم شايفين كده. يعني الصوره دي مثلا صياد وبيرمي الشبكه بتاعته، بس هو طبعا مع الشبكه كمان رسمين ورود. هنمشي مع بعض كده ونشوف بقى رسومات تانيه. عايزين تتصوروا تطلعوا في الصورة؟ ادي رسوم تانية برضو اهي. عايزين تتصوروا تعالوا اطلعوا في الصورة تنوروا الصورة. باي باي، نعمل باي باي عشان ده فيديو. ها كلها عن صناعة المراكب وصيد الأسماك.